السلام عليكم، معكم المهندسة إيمان الخالدي من السعودية. أنا مهندسة في الكويت، ومن يومين عديت الاختبار بفضل من الله من مهندس إيهاب. أمانة أنا اللي طلبت من مهندس إيهاب أن أوثق شكري له من خلال هذا الفيديو البسيط جدا. المهندس إيهاب شعبان ما أهملني بالكورس، مكنني من المادة من خلال حل التمارين راوند 1 إلى راوند 4. كان يوميا يرسل لي أبديت بليز، ما كنت أرسل سؤال إلا والمهندس إيهاب سباق بالإجابة. والنتيجة أنا دخلت الاختبار، كنت أحس أن مستواي أعلى من الامتحان، وخلصت وكان باقي لي من الوقت ساعة ونص، مع أن أخذت البريك الأول. الأمانة شعور جميل، أتمنى يا رب الكل يجربه ويعدي الاختبار. والموضوع سهالات، أنا واثقة أن الكل بيعدي بعد التوكل على الله، وأن تمشون على خطة المهندس إيهاب، خطة مدروسة وسلسة. المادة ما تضيف بس للشغل، ضافت لي أيضا للحياة. شكرا مهندس إيهاب، وأسأل الله التوفيق للجميع، والقادم أجمل مع شهادات وإنجازات أعظم مع المهندس إيهاب.